نسمع عن دول البلقان كل حين وآخر في الإعلام والكتب، وقد نتساءل عن سبب جمع هذه الدول تحت هذا المسمى، ولكن لنعد إلى الوراء قليلاً. أين تقع البلقان؟ وكيف أصبحت البلقنة مفهوماً سياسياً له دلالات محددة؟ لنشرح لكم أصل الحكاية. البلقان أو شبه جزيرة البلقان هي منطقة جغرافية تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة أوروبا، وبما أنها شبه جزيرة فهي محاطة بعدد من البحار، وهي البحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجا والبحر الأسود. العديد من البلدان تقع في منطقة البلقان، من ضمنها رومانيا واليونان وألبانيا وصربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا. أما اسم المنطقة فاستمد من سلسلة جبال البلقان الممتدة في شرق شبه الجزيرة والمعروفة بجمالها وتضاريسها الخلابة. تعد البلقان منطقة صاحبة طبيعة جغرافية متنوعة وغنية بالعناصر الدينية واللغوية، فهي منطقة تتعايش فيها مجموعة من الثقافات واللغات والقوميات المختلفة، ومع ذلك يتعايش فيها عشرات الملايين من السكان. قد تتساءل عن تمثيل دول البلقان في الاتحادات السياسية والاقتصادية. على الرغم من وجود جميع دول البلقان في أوروبا، إلا أن عدداً محدوداً منها يتبع للاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وكرواتيا واليونان ورومانيا وسلوفينيا. أما الدولتان العضوتان في منطقة الشنغن فهما اليونان وسلوفينيا، وهما أيضاً تتبعان لمنطقة اليورو، أي تستخدمان اليورو كالعملة الرئيسية والقانونية الوحيدة. والآن وبما أننا تعرفنا على منطقة البلقان، دعونا نشرح لكم كيف أصبحت البلقنة مصطلحا سياسيا وكيف بدأ استخدامه. ظهر مصطلح البلقنة في نهاية الحرب العالمية الأولى لوصف التجزؤ العرقي والسياسي لمنطقة البلقان نتيجة انحلال الدولة العثمانية التي كانت تحكم المنطقة بكاملها تقريبا. واليوم تستخدم كلمة البلقنة لوصف تقسيم أو تجزئة دولة أو منطقة ذات سيادة إلى مناطق أو دول أصغر. إلى جانب الاستخدام الأول للمصطلح في منطقة البلقان، أصبح متداولاً لاحقاً لوصف حالات أخرى مشابهة. ففي ستينات القرن الماضي استخدم لوصف نشوء مجموعة دول أفريقية بعد تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية الفرنسية والإنجليزية هناك، ومنها زامبيا وأوغندا وتنزانيا. كما أعيد استخدام مصطلح البلقنة في التسعينات لوصف تفكك يوغوسلافيا وانهيار الاتحاد السوفيتي الذي أدى إلى ظهور العديد من الدول التي كان معظمها غير مستقر بسبب نشوب التوترات بين مجموعاتها العرقية المختلفة. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.